مشاهدينا الأعزاء، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول بعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس إن القيادة الفلسطينية لن تتخذ ردود فعل سريعة، ولا بد من أن تدرس كل النتائج دراسة حقيقية، وهذا يعني أن الموقف سيتخذ في اجتماع منظمة التحرير ومن ثم في اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة. وزير الخارجية الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان يؤكد أنه ينبغي استمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالرغم من انتهاء مدة تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية. ويقول عقب اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأمر الأهم اليوم هو الإبقاء على العملية السياسية حية بالرغم من خلافنا مع الفلسطينيين. في ذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى، القائد الفتحاوي مروان البرغوثي ينفي أن تكون انتفاضة الأقصى قد أحدثت الكثير من الدمار والفوضى في المناطق الفلسطينية، ويؤكد أن سبب التدمير الهائل هو الاحتلال وليس الانتفاضة. حزب الله اللبناني يعتبر أن مهلة الجهود العربية تقترب من النفاد ومخاوف من تصعيد أمني لمنع صدور القرار الظني. وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو يقول إن محكمة التحقيق الدولية مسألة عدالة، وأن لا صلة لسوريا بالاغتيال، وأن سوريا لا تعترض على كشف قتلة الحريري. العشرات من الفلسطينيين يستعدون اليوم لاستقبال سفينة إيرين التي تحمل متضامنين يهودا لكسر الحصار عن قطاع غزة، وكانت السفينة قد أبحرت قبل يومين من أحد موانئ قبرص. الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يؤكد فوز حزبه في الانتخابات الفنزويلية ويسخر من المعارضة التي نالت أكثر من ثلث عدد النواب، ويقترح عليها الاستمرار في الفوز بهذه الطريقة. جهاديون يعيشون في بريطانيا يستخدمون مواقع على شبكة الإنترنت التي تبث من بريطانيا للترويج للتفجيرات الانتحارية وقتل الغربيين. دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في سوريا أعدتها الهيئة العامة لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تظهر أن امرأة من كل 3 نساء تتعرض لعنف جسدي من محيطها الأسري. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.